فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل على تارك الصلاة إذا عاد هل عليه أن يتلفظ بالشهادتين؟ إلا حكمنا بكفره فلا بد من التلفظ بالشهادتين، وإذا لم نحكم بكفره وقلنا هذا تركها كسلا فهذا ما يحتاج إلى الشهادة، لأنه مسلم ما خرج من الإسلام، عليه التوبة والمحافظة على الصلاة وقضاء الصلاة التي تركها. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تبطل أعماله التي فعلها حال تركه للصلاة كالحج وغيره؟ إذا تاب إلى الله ورجع تاب إلى الله فالصحيح أنها لا تبطل أعماله الماضية، والمذهب أنها تبطل فلا بد من إعادتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالردة تبطل، تحبط الأعمال إن استمر عليها، هذا بالإجماع، إذا لم يستمر عليها وتاب هذا فيه الخلاف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.